السلام عليكم الإخوان الأخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. خوتي المعذرة، الناس اللي كتبعني ما كان كنحاول ما نتعطلش عليكم مؤخرا. دابا كنقول عن عد لكم فيديو كل يومين 3 أيام إن شاء الله يا ربي على حسب الوقت. المهم أخوتي، فيديو مهم بزاف وكيتعلق بالقانون ديال الأريغو بارافورماسيون. واحد السيد خلى لي واحد كومونتير ما بغيت نجاوبه في كومنتير، بغيت نجاوبه بالفيديو وهو بيدو طلبه مني. المهم اخوتي، اول حاجه غنقرا عليكم كومنتير السيد ومن بعد ندخلو في الفيديو. المهم اخوتي، كما كتشوفوا قال لي خويا مراد، انا متبعك ملي كنت في المغرب من 2012 وانا دابا في اسبانيا، مازال خويا ما درت الاوراق، باغي ندير الريغو فورماسيون. الله يسهل علينا وعلى الدراري كاملين. السؤال اخويا مراد، واش يمكن لي ندير اوراق حتى وليداتي مزيودين هنايا بعد الرايغو اولا؟ جاوبني الله يسهل عليك. المهم الاخ، غادي نجاوبك بهذه الطريقه هذه، وانا خليت لك كومونتير باللي غادي نجاوبك بالطريقه مع بالفيديو. المهم الاخوان، باش تعم الفائده، يعني كاين بزاف د الناس راهم عندهم نفس الظروف نفس الحاله. بزاف د الناس كيجيو من اسبانيا كيضربوا عماين وكيجيو بولادهم، اولا كيجيو بولادهم، يعني المهم كيجيبوا ولادهم قاصرين معاهم كيبقاو حتى هما بلا اوراق. وكاينين الاطفال اللي كيخلقوا لهم هنايا هما بلا كواغط. كاينين جوج الحالات. المهم انا ندور الحاله ديال الاريغو بارا فورماسيون، والحاله الثانيه غنخليو الفيديو اللي ماشي. المهم اخوتي، بالنسبه لواحد كيجي من اسبانيا مثلا هو والزوجه ديالو وكيخلقوا لهم ولادهم هنايا، يعني ديك الطفل كيكون عنده عقد الازدياد هنايا، ولكن يكون عنده ليبرو فاميليار، يعني الحاله المدنيه هنايا، يعني كيكون عنده الوراق هنا بصح ما عندوش اقامه حالو في حال الوالدين ديالو. اذا هاد الطفل هذا امتى غتكون عنده الاقامه؟ حتى يكون واحد من الوالدين ديالو عنده يعني اقامه، يا اما مؤقته يا اما دائمه، يعني واحد من الطرفين خصو يكون عنده الكواغط باش يقدر هاد الطفل يعمل الوراق. المهم غنمشي معكم بدرجه بدرجه باش ما نخلطوش الموضوع مع شي حوايج اخرى. السيد قال لي بلي انا مازال ما عملتش الكواغط، ودابا كنفكر نعمل الكواغط ديال البارافورماسيون، ومن بعد فاش نشد وراقي ديال البارافورماسيون واش نقدر نصاوب وريقات ولادي اللي خالقين هنايا. المهم بالنسبه للاطفال هنايا كاين جوج الانواع. الاطفال اللي كيكونوا جايين من شي دوله مثلا مغاربه جايين مع والديهم، ولا جزائريين، ولا المهم شي دوله اخرى عربيه، والاطفال اللي كيخلقوا هنايا. حنا نهضروا على الاطفال اللي كيخلقوا هنايا. الاطفال اللي كيخلقوا هنايا ان فوا الاب ديالهم كيشد الوراق ولا الام ديالهم كتشد الوراق، اوتوماتيكامين تي كتشد لهم السيده وتدفع لهم الوراق. ما كيطلبوا لك لا عقد عمل، ما كيطلبوا لك نومينات، ما كيطلبوا لك انفورمي ديال الدار، ما كيطلبوا لك حتى حاجه. الاب ولا الام اللي كيشبروا الوراق في اسبانيا سواد عام سواد عامين سواد 5 سنين، المهم كيشبعوا الإقامة، من حقهم أنهم يعملوا لولادهم اللي خلقين هنايا إقامة ديريكتامنتي، يعني نيشان. مثلا انت شديتي الورق دعم، يلا شديتي الورق دعم، صافي من حقك أنك تدفع لابنك ولا بنتك اللي خلقين هنايا، حيتاش داك الطفل هذاك يعني معفي من كاع من الشروط اللي كاينين في مكتب الهجره، حيتاش كتسمى عنده واحد الوثيقه كتثبت الوجود ديالو هنا والخلق ديالو هنايا. يعني ما غيطلبوا لك لا بروبات، ما غيطلبوا لك حتى حاجه، فقط كيطلبوا لك شهاده السكن عائليه، مهم تكون فاميليا ولا انديفيدوال. يعني مثلا انت غتدفع لابنك وغتجيب معك شهادة السكنة ديالك وديالو، ولا غتجيبها عائلية زائد باسابورت ديال الطفل،
يعني هو فاش كتشد الوراق هنايا راه بنك كيكون عنده جواز سفر مغربي، ما كيعملوش ما كتخليهش انت بلا جواز سفر. نهار اللي كيخلق لك ابنك هنايا كتعمل له الحاله المدنيه في الريجسترو سيبيل ولا في البلديه على حسب المنطقه اللي انت عايش فيها، وفي نفس الوقت كتمشي للقنصليه وتعمل له جواز سفر كيعطيوها فيه 3 سنين، وكيكون عنده جنسيه مغربيه. يعني عاد في ذاك الوقت انت كتشد الموعد في مكتب الهجره باش تدفع لابنك، حيت هاد الطفل هذا ما يمكنش يدفع له الوراق وهو ما عندوش يعني جنسيه او لا هويه، عنده فقط حاله مدنيه وشهاده السكنه. نهار اللي كيخلق ولدك كتعمل له جواز سفر وكيولي حتى هو بلا وراق، يعني عنده غير الباسبور، كيستافد من التغطيه الصحيه وكل شيء ولكن ما عندوش الوراق. ولكن انت فاش كتشبر الوريقات من حقك انك تمشي تطلب لابنك اقامه، يعني غيطلبوا لك شهاده السكنه، باسبور ديال ابنك، بطاقه الاقامه ديالك، تصاور وتخلص الطاسه ولا يعاوننا ويعاونك، صافي ما كاينش شي حاجه، ما كاين حتى شي شرط اللي غيسبب لك فرفت ولا شي حاجه. بالنسبه للعمل ما كيطلبولكش عقد عمل او لا نومينات، حيتاش هذا الولد واجب عليه ياخذ اقامه لان الاب ديالو عنده اقامه، وفي نفس الوقت هو زايد هنايا باش تكونوا عارفين. يعني انت شبرتي الاقامه ديال الريغو سوسيال ولا الريغو بارا فورماسيون، من حقك انك تدفع لولادك اللي خالقين هنايا بدون طلب ديال عقد عمل او لا الانفورمي ديال الدار، فقط شهادة السكن عائلية ولا فردية وجواز سفر الابن وديالك. بالنسبة للمدة اللي غيعطيوه من الطفل ولا الطفلة، غيعطيوه نفس المدة اللي عندك في الإقامة ديالك. مثلا انت عندك الوراق فيهم عام، هما غيعطيوه نفس التاريخ اللي غيموتوا الوراق ديالك، غيموتوا دبنك. كذلك الأم، لكنت الأم أنا كنهضر على نفس على الطرفين، يعني تقدر تكون عندك يكون الكواغط شدتهم الزوجة ولا الزوج، واحد فيهم غيكون يعني يقدر يعمل الوراق نبنوه. هذه أول حاجة. ثاني حاجة، الطفل ديالك فاش كيخلق وكتعمل له الإقامة، يعني إن فوا يكمل عام بإقامة ديالو، من حقك أنك تدفع له الجنسية الإسبانية. وفي ديك الحالة، في حالة لابنك يعني من بعد المدة ديال التراميتي وشد شد الجنسية، يعني من حقه أنه يعمل إقامة لواحد من الطرفين، يعني إلا ما عندوش الوراق، مثلا الأم ما عندهاش الوراق، تقدر تعمل الوراق على ابنها عن طريق القانون آخر. يعني إحنا ما نهضروش إلا بارا فورماس، يعني الريغو فاميليار، كتسمى الريغو فاميليار. دابا هذا موضوع بوحدو، غير بغينا نوضحو شي حوايج وصافي. الطفل فاش كيخلق هنا وباه كيعمل له الوراق ولا امه كتعمل له الوراق، ملي كمل عام بالوراق من حقك انك تدفع له الجنسيه، صافي هادشي اللي كاين. بالنسبه لانواع الاوراق، يعني اي نوع من الاوراق، سواء تيمبورال سواء لا غادوراسيون او لا بارا فورماسيون، يعني من حقك انك تعمل الوراق لابنك اللي خلق هنايا، والشروط انا قلتكم اللي كاينه. كاين واحد النوع اخر ديال الاطفال، وهذا اللي غنركز عليه ونعمل عليه فيديو من بعد. كاين عاود واحد النوع ديال الناس اللي كيجيو من اسبانيا وما ولادهم، بصح ولادهم كيكونوا خالقين في المغرب، يعني كيجي معاه الطفل عنده 4 سنين او 3 سنين، والطفل او البنيه عندها 10 سنين 9 سنين، وكيعمل الوراق لباهم او لا يماهم، كتعمل الوراق بالقانون ديال 3 سنين دغيغو سوسيال ولا بارا فورماسيون، وكتقول غنعمل لولادي الوراق. يعني هنا في هذه الحاله كتكون انت كيخصك يتوفر فيك بعض الشروط، يعني شمن هاد الشروط، هاد الشروط انا غنلخصهم لكم، ولكن حتى من بعد نعمل عليهم فيديو. الشروط هما اخوتي، يعني هاد الطفل هذا خصو يكون عنده عامين في اسبانيا، يعني عنده ريسيدنتي دوش خانيوسين اسبانيا، يعني عنده ساكن بالادله لمده سنتين في اسبانيا.
زائد الاب ديالو خصو يكون متوفر على عمل، يعني يكون عنده واحد الصالير، يكون عنده كونتراتو، يعني عنده انغريسوس ايكونوميكوس، يعني عنده مداخل اقتصاديه، يعني يكون كيتخلص وخدام. زائد كيطلبوا لك واحد الانفورمي دي بيبياندا، داك الانفورمي ديال الدار، يعني كيمكن كتمشي للبلديه كتطلب لهم بانهم غيشوفوا غيعملوا لك واحد الانفورم ديال السكنه، كيجيو يشوفوا لك الدار، هاد الدار اللي انت ساكن فيها واش فيها بيوت كافيين، واش فيها كاليفاكسيون، واش فيها الماء سخون، فيها يعني موفر الاحتياجات الاساسيه عندك الطفل اللي غتدفع لهم الوراق او داك الابناء اللي غتدفع لهم. زائد شهاده السكن يعني فاميليار، يعني امبادروناميتو فاميليار، شهاده السكنه عائليه، يعني ديك شهاده السكنه واخا تكون انت المهم ما كيدخلش الام في هذه القضيه هذه، حيتاش انت اللي دافع عن ابنك ولا انت اللي دافع عن ابنك، خصك تكون يعني نفس شهاده السكنه عندكم، يعني بجوج بيكم في نفس لادريس. هذه الشروط ديال النوع الثاني اللي كيطلع من المغرب. مهم انا ركز بزاف على بارافورماسيون، حيت السيد غيدفع القانون ديال بارافورماسيون وغيعمل لولادو الوراق، يعني من حقك تعمل الوراق. بالنسبه للناس اللي كيكونوا عندهم الوراق وعندهم ولادهم في المغرب، يعني باش تعمل تجمع عائلي هذاك عاود بوحديته، يعني تم بعد نطرقوا نهضروا عليها. المهم اخوتي حتى هنا الله يجعل شي بركه، كنتمنى هذا الفيديو تستفدوا منه، هذا خصصته غير الاطفال على حساب السيد. خلي لي كومونتير وباقي بزاف ديال الفيديوهات انا نضوا عليهم، خليو لي غير التعاليق. انا فاش كنشوف شي تعليق فيه 5 سطور ولا 4 سطور كنعرف هذا موضوع طويل وخصو شويه ديال يعني ما نبقاش نكتب. اللهم نعمل هيدا وتعم الفائده، هادشي اللي كاين اخوتي. كنتمنى تستافدوا من هذا الفيديو، تحياتي للجميع، بارطاجيو الفيديو مع الناس اللي مهم اللي كيهمهم الامر، وما تنساوش كومونتيرات ديالكم، لايكات ديالكم باش الفيديو يطلونسا. والسلام عليكم.